على بركة الله مشاهدينا، إذا على بركة الله مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. باقي معكم في الحادثة اللي وقعات واللي من خلالها واحد مجموعة ديال الأشخاص على حسب القول ديال الناس اللي تعرضوا للاعتداء كيقولوا بأنه كانوا كيتناولوا في القهوة، فشي ملك السيارة واش وقف بغى ياخذ شي حاجة أو بغى ياخذ شي كاس القهوة ولا شي حاجة، الغبرة طارت على شي وحدين على حسب ما كيقول، طارت على شي وحدين بشوية مات بشوية، المهم شوية قضية ناطفة الحجر ناطفة هادي ما يعني اعتداء خطير. السيد الصبع ديالو الصغير مهرس منه الشرطة، المهم الشرطة الآن راه دخلات على الخط، كتلاحظوا معايا هذه السيارة ديال الشرطة هما رجال الأمن، يعني مشكورين رجال الأمن، يعني رجال الأمن هما دخلوا على الخط حاليا، مشكورين رجال الأمن. إذا رجال الأمن راه دخلوا على خط ديال إذا رجال الأمن راه دخلوا على الخط. خويا اجي وجهك ما غيبانش، قول لي اش وقع الله يحفظك اخويا، شنو وقع اخويا العزيز؟ قول لي اخويا هو جالسين عند مول القهوة الناس ضربونا جالسين عند مول القهوة. لا وجهك عادوا الكاميرا دايرة هنا، لا عادوا عندي الكاميرا دايرة هنا، حنايا دايزين حنايا دايزين، قال لك الغبرة ما الغبرة، بدا كيعاير الشيفور، مني عاير الشيفور خرج عنده قال لي ودي نعس الشيطان هذه مع هذه، هزوا حجر بداو كيشيروا، حنا هبطنا كنقول لهم نعس الشيطان نعس الشيطان، حتى انا باقي كيضربوا فين. وريني الضربه اللي ضربوك اخويا العزيز، ارضي نشوف هذيك الضربه الله يستر عليك. خاصه يفضحوا باش يديروا واحد غنشوف هذيك الضربه اخويا بنتي معات اخويا، هذه ضربه ديال حجره. ضربك شي واحد فيهم؟ راه رجع اللور وشير عليا بحجر. يلاه انتم لا حول ولا قوه الا دابا، اذا هاد الطراب هو ديال الحجر. هذا كله حجر نزل عليك. كيشيروا بحجر بحال الشجر، ولا الحجر كيهبط بحال الشجر. وهذاك السيد دابا مسكين. هذاك السيد كان راكب اللور ملي جات الحجرة باغي يكاري على وجهه ضربة شو اللي يدو وجهه. خمسة حجرات دخلوا من تما. إذا السيد ذاك الدم اللي فيه ديال الحجر. ديال الحجر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ما الله. وفين مشاو هما هادو؟ فين مشاو هما هادو اخويا؟ واحد ركب مع خطاف هرب، واحد هرب مع ركب مع خطاف وهرب. اذا هزو خطاف واخا كيشوف كيشوف فيه شنو دير وهزو. لا خطاف عاد دايز دق عليه حل لي الباب اللي حداه وركب ومشى. لا حتى الطريقه باش ركب انا جاي هو اليودي راه ركب واحد الطريقه بحال متفق معاه. فهمني يعني كيعرفوا. انا حيت انا هذيك اللحظه اللي جايه فاش شفت هذيك اللقطه شنو اللي خلاني وقفت انا؟ هذيك اللقطه ديال فاش بان لي طلع بجري طلع ركب معاه هرب، الاخر بقى واقف هنا مع الجوقه بحال تخلط مع الجوقه، فهمتي ديك اللعبه ديال راه انا ما كاين والو ما كاينش انا علاش انا عاقل عليك؟ قلت له انت علاش ضرب شي من اللور؟ فهمتي؟ هو يتكى علي وحكى بغى يهزني بغى يقلبني، هو عاطني من هنا عاطني من هنا يا انت ياك سنان وادو؟ هادو سنان الله يلا سنان، انتم المواطنين المغاربه انتم انتم السيد معضود معضوب مضروب في يديه لاقاش يضرب اخرى هادي حجره انتم عباد الله انتم انت إذا ضربه هنا وعبد الله بحال الشا قلت لك كيهبط بحال الشا هو ذاك اللي طلع بالي كيجري ليه أنا شفت هذيك اللقطة باش طلع ليه هو طلع هنا هو طلع هنا هو طلع كيجري مع هاد الطلعة هادي هاهي هاد الطلعة هادي في كاين هاد الحيط هذا هو طلع هنا في كاين هاد الحيط في كاين هاد الحيط هذا طلع مع هاد الحيط هذا طلع كيجري مع هاد الحيط هذا كيف ما قلنا رجال الامن راه دخلوا على الخط حاليا في انتظار وصول سياره ديال الاسعاف، السلطات كذلك راه حاضره ياك هو السلطات راه اذا السلطات ديال منطقه الاستاسفه حاضرين حتى هما، لاحظتوا معايا كاين عون السلطه حتى هو حضر هنا، لأن كما قلنا مباشرة من بعد المباشر ديال قناة الشعب قناة شوف تي في، إذن كما كتشوفوا معايا رجال الأمن الآن راه حاضرين، اتصلوا
سياره ديال الاسعاف اللي غادا تجي باش نقل هذا السيد اللي كنذكروا بانه الحدود هذه اللحظه هذه ها هي. هذاك هو السيد اللي مضروب في الوجه ديالو هي هذه السياره. اذا هادشي خويا طريق مبروك، هادشي اخويا في طريق الاساس فخويا العزيز، انت هادشي في طريق الاساس فخويا، انت الاخر ديال الاساس فخويا، الاخر ديال الاساس من القنطره، الاخر ديال الاساس فخويا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي نقول غادي نقطعوا هاد المباشر هذا على امل اننا نتواصلوا معكم مره اخرى ريتما تجي سيارات الاسعاف. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، الى اللقاء.